بكم في حلقة جديدة في قناة أنا بيكم. هذه أحلى حلقة في العالم. ليش؟ لأني قاعدة أسوي فيها أكتر شيء مرة من زمان نفسي أسويه، اللي هو إني أشيل غرفتي كلها وأرميها في زبالة، لترلي كلها كذا، كل العفش، كل الأغراض. طيب قبل ما أتحمس وأكب العشاء وأقول إيش في الحلقة كلها، خلينا نبدأ بالفويس نوتس. أنا سوري، هذه لقطتي المفضلة من الآن فصاعدة. شوف مين أرسل لنا فويس نوت هذه المرة. من مين؟ مروم بيتشو. هذا الفويس نوت من هلا إبراهيم. كيفك بيكو؟ أنا مرة أحبك وأتمنى إنك تكونين مرة مبسوطة، وإن شاء الله أقابلك في جدة. وبس اسمي هلا. اسمع هلا، وأنا قلت هلا. هاي حلا، خليكي دائما عارفة انه انا دائما حكون مبسوطة طول ما انتم مبسوطين، وان شاء الله ان شاء الله يا رب من جد اقابلك كذا في الحياة الحقيقية. ومرة احبك ومرة شكرا وموح. ايود الشهري يمكن. هاي بيكم، مبروك المليون وعقبال العشرة مليون وعقبال المئة مليون بإذن الله. الله، 100 مليون، الله يبارك فيك يا رب، وإن شاء الله أوصل مو 100 كده مليار وأنا معاكم يا رب. ومرة شكرا لهذا كله من دعمكم وحبكم الكتكوت. دونا خالد. أهلا بيكم، أنا مرة أحبك وأقول لك بس شيء واحد، مبروك على المليون وحلو تصلين 10 مليون 100 مليون، وأنا أكبر متابعة لك. أحبك وباي. دنا الله يسعدك يا رب، يسعد كياتتك يا شيخة، يسعد كياتتك. تجنن صوتها زعل. أكثر فيديو ضحكت فيه وصرخت فيه في 360 فيوز هو الفيديو اللي سويته هذا الأسبوع. لعبنا فيه أنا وسما لعبة، المفروض يعني إنها كده لعبة أكشن كارز ومدري، أنا وسما سويناها لعبة صريخ. مرة كان يوتر ومرة كان يضحك. أكثر فيديو أعتقد استمتعت وأنا أصوره. تقدر تروح تشوفوه، أحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف، ولا تنسوا تسووا قناتي فولو. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا له شير، ارسلوا للناس اللي تعرفوهم، علشان النقاط اللي تكسبوها تقدروا ترسلوا لي بيها فويس نوتس، او اذا حابين تقدروا تاخذوا بيها هدايا لنفسكم. حلقه اليوم يا جماعه، حلقه اليوم طبعا زي ما انتم عارفين او ما انتم عارفين، اخواتي كلهم غيروا غرفهم from A to Z. لو شفتوا حتى في قناه منال في اليوتيوب صورت فيديو كامل وهي تزبط غرفتها الا انا. ليش؟ عشان كان عندي كورونا يمكن. فجأة صحيت من النوم، جاتني كذا كل الأعراض مع بعض، سخنت، صدعت، عيوني توجعني، حلقي بس بعطس، دايخة، غثيان، كل شيء. فأنا مرة خفت وأهلي مرة خافوا، ماما توترت اللي بنتي، وأخويا توتر اللي أولادي الصغار، وأخواتي اللي لا لا تموتي لوحدك. صرت حاجرة نفسي كذا، يعطوني الأكل من تحت الباب، و24 ساعة قاعدة أعقم نفسي، ما خلت أحد يقرب مني أبدا. على طول حجزت موعد ورحت الفحص. أخويا نزل يسأل إذا نقدر نسوي فحص من هنا ولا لا، ومرة قاعدة أخاف، مرة قاعدة أخاف وأتوتر، لأني أحس إنه مع الهلوس الأعراض قاعد تزيد، أحس إنه حلقي يلمني شوية زيادة أكثر من أمس. والله ما أدري. يما بسم الله، طلع السلاح. والله إيه فين الباص؟ حسفر أخوك. الله يعافيك. حسفر. ماي جاد، فيها طعم، فيها طعم. فك الباب. لا بمسك نفسي. مو حطها زي كذا، بموت امانه والله لا اشرح، مو حطها زي كذا، حطها بسوي زيك. راح اخذ لفه على افكاري ورجع. تحمر. الله يخليك، نشتري اي شيء، نحاول نبرد على حلقنا بعد الحرب اللي دوبها صارت. الايام القلائل اللي مرت وانا استنى النتيجه تطلع كانت مرعبه، لانه كنت قاعده اتعب زياده. لما اتنفس الهواء اللي يخرج من فمي حار، والله حار، وهواء خشمي كذا حار، بعدين اقول اتهيالي قاعده اهلوس. طب صدري لما اسحب هواء زي كذا تخيلوا يحرقني هو يمشي بموت. فقاعدة أحاول إني ما أتكلم كثير عشان ما أتنفس بقوة كذا، يعني مجهود. فانتظرت وجات النتيجة سلبية، وكان فيها إنفلونزا عادية. فشمرت رحت حضنت أم البيت، حتى أتمشى بالبيت وكذا، بعدين اللي ما شاء الله. طب اوكي، فلنفرض انا كان عندي كورونا، كنتوا حتظبطوا غرفكم وتسيبوني المريضه ما حد حتى افتكرني فازه؟ قلت اوكي، تبغوها كده، حلو. بعدها يمكن بشهر كامل انا قررت اخرج كل غرفتي هذه وارميها واجيب غرفه جديده كامله. طبعا مشكله غرفتي الاساسيه اللي خلتني ابغى اغيرها انه ما فيها مساحات تخزين، التسريحه ما فيها ادراج كفايه، مكتبي كان قزاز ما في له ولا درج واحد، وما عندي دواليب ولا ارفف كفايه. ما هذا، فالان حرفيا اي شيء اقدر استغنى عنه حرميه في الزباله، واي شيء احتاجه حشيله وحخزنه في محل تاني، عشان هذه كلها خلاص تصدق فيها.
عشان منال كانت معايا في الغرفه مستوعبين انه كل هذه الرفوف ولا شيء فيها حقي اللي يمكن الحصالتين هذه والمك الايه وهذا الكوب والمعقم. لا والله كلها كتب منال وفيجرز واشياء. فجبت كرتون مخصوص لاغراض منال. هنا كان في المكتب اللي دائما اجلس وامنتج عليه. دشيت المكتب واعطيته الموده فاغراضي قاعده في الارض زي كذا منطوره على بال. طبعا عشان ما عندي محل التخزين وكمدينه مليانه عفش نفسي انزل اشياء كذا كلها. اخيرا خلصنا الارفف باقي تسريحه بس باقي لي فيها مره شويه. بالله شوفوا كان عندي شمعه بلعت فيها نار وابغى اطلع ريحه ومين قاعد اطلع ريحه ما ادري ايش سويت حطيت فيها بخور ما ادري كيف مخي اشتغل بس انه مره الحركه ما زبطت. تخيلوا وانا جالسه بدور في الاغراض لقيت دفتري حق السكتشات اللي كنت اول ما بدات اتعلم ارسم. شوف اصلا كيف مخبر يا ويلي. هذه رسمة العين موجودة عندي في انستغرام. هذا كنت لما بتعلم ارسم مباني عشان البروسبكتيف ولازم فين يكون متوجه وزي كذا. هذه مرة احبها مرة لانها مرة طلعت حلوة. كنت كل ما اطفش اجيب ورقة صغيرة وارسم عليها ريش على جنب. احب ارسم ريش. صرت ارسم محارب حقون السبارتيين. This is Sparta! تخيل ايش لقيت؟ سكليب. بحاول قد ما اقدر اغطي المحل اللي جبته منه عشان لا احطهم في مشكله بس انه عندي سكليب وفي له اسمي الكامل وفاضي عشان انا اكتب العذر اللي ابغاه في الجامعه عشان لو فوت اختبار او شيء وقررت اسحب. حسبي الله ونعم الوكيل. الزبده اول كتاب قراته في حياتي كلها حق اضواء الدخيل مره كان حلو مره. الله شوفوا كتابي حق الساين لانجويج مره لازم ارجع اتدرب عليه لانه اغلب الاشياء نسيتها. شوفوا كل شيء كل شيء حرفيا. طبعا كل الاشياء دي اللي صورت لكم هي كانت في هذا الدولاب كله. فضيت كل شيء فيه حطيتها في شنطه سفر وطلعتها عشان هذا الدولاب يخرج. كمان نفس الشيء دولاب الجزم الله يكرمكم اصلا بابه مكسور تعبني لازم اصلحه حشيله برضو واطلعه برا طب ما دقيقه. طبعا لسه انا ابغى اصور لكم وانا اشيل السرير وافكفك. منيره ما قصرت سحبت كل شيء وراحت رمته هناك. هذا ايش يعني؟ نبغى نذاكر عجلوا. طبعا يا جماعه غرفتي صارت زي الزفت زي ما انتم شايفين. خرجت اشياء مره كثير فصارت اغلب اغراضي في كراتين وكذا مرمايه في كل محل على اساس انه من اول ما كانت مرمايه في كل محل بس اوكي الحين احنا سوينا احنا نشيل السرير. اكتشفت شيء انا قلت لمنيره طب الحين لو شلنا هذا كيف ننام في الليل؟ بعدين قالت لي خطه. ليه دقيقة؟ لو نروح ننام على هذا ما نشيل هذا، بعدين نرجع نلبس ثاني، أقول شيء بنجيب أوكي، الزبدة حنشيل هذه الليالة، نفكفك السرير نخرجه، نرجع نرجع هذه عشان ننام عليها في الأرض، عشان ما حنام في الباشا. مرة دقيقة. الله، مرام تموت. بنات ما نتحمل إصابات. واو في أشياء ضايعة. فلوس ابغى يقول فين تروح البنس والبكنات ورا السرور. هذه بكنتي سري هذا وقفيه هنا. تحس انه هذا خفيفه قال لك وقفيه هنا. ما اقدر اوقفه كذا. مرام وجهك ولا ضحك استني. شايفين منيرة سوت؟ شايفين؟ هذا السرير المفروض نعطيه الفقراء. هذه قبل كذا قد انكسرت طيب؟ لما تنكسر تخدش الارض زي كذا تشق الفرشه عشان كذا حغير الارض. ليه؟ عشان خلاص نطلع هذه قطعة وروحي انت هنا طلع بني من هنا هذه اول هذه عشان نشوفها. اي حد ذا البيت يزعق ويتحكم فيها وجهي على ذيك الجهة بخصوص انه عندي اوراق تحت سريري. هذا ايش؟ اوه كرستي انت ايش؟ يوم دخلت 200 الف سبسكرايبر نطيت فوق السرير وكسرت الخشبة. هذه قليلة أدب، هذه والله هنا قليلة أدب. دحين منيرة راح نسوي سباق، أنا حفك هذه الجهة، هي حتفك هذه الجهة، وحشوف مين تخلص أول. لما فكي أنا حبدأ مع السلامة. لا! منيرة، أصلاً حقي معلم. والله حتى حقي. والله ما ينفك. أوكي حقي الفك، باي. منيرة! واحد، اثنين!
مره شادينه بامانه. هذا انا ومنال. اه تعبت. ما حبيت شغلكم اللي بامانه ده. خلصت اثنين. منيره تعبت خلص ما بعرف. اصابات بلاش. وقفتي قلبي. اقسم بالله الحمد لله ان رجلي زي كذا. اسمع قبل فاتين من هناك هذا ضغط. ايوه متنا؟ والله متنا. يا مستفزة يا مستفزة. خلص. ليك حب. حلو كنت اسوي لهم حركات بس. طبعا اليوم بس حننام في هذا الفراش عشان بكره نشيله ونطلع ما باقي الاغراض يصير قدر يشتري السرير ان شاء الله. طبعا يا جماعه اوت اوف نو وير منى تبغى تكمل غرفتها وتبغى تيجي السوق عشان تشتري باقي الاغراض ومين يشبط فيها. ابغى اشوف كذا ايش عندهم من قبل ما هذا. عندك اي تعليق على هذا الموضوع؟ غرفتي بتصير احلى. هذا مو مسابقه اختي الفاضله. لا بس بقى أرض حقتي اللي دحين منال تقول انها زي هذه. أيوة زي مرة بيضة بعدين اتوسخت وصارت زي دي. اغمق نقطة والله اغمق نقطة. لا ما كانت ابغى رمادي بس ما ابغى رمادي غامق مرة زي حقكم. طيب الى الان انا غرفتي حرفيا ما فيها ولا شيء ولا شريت لها ولا شيء غير الفرش اللي في الارض. الحين ابغى اروح ايكيا ابغى اشتري السرير على الاقل. ما حقدر انام اليوم في الليانة لاني خلاص حطلع كل حاجة. اتمنى اني الاقي السرير اللي نفسي فيه عشان ما انهار. عشان ما ابغى يكون كذا بالطول يصير ياخذ مساحة من الغرفة على جوا. ابغى يكون كذا بالعرض يصير كذا يجي على الجدار. فهمتوا؟ يصير كل هذه المساحة تكون كذا لي انا اسرح وامرح اصور اسوي اي شيء. ما تتوقع الاقي السرير ولا حظي اسوأ من كذا؟ حظك اسوأ من كذا. يعني في له من تحت ادراج وانه ينسحب ويعني هو سرير صغير بس تقدر تمدديه تخليه اكبر. هذا الرهاب تتوقع انك تلاقيه؟ من هو فيه بس يمكن اخلص يعني. تمام. زي هذا اللي ابغاه اللي فوق بس ابيض. يس هو هذا بالضبط اللي هو زي كذا مقفل كانه كنبه عادي. في نفس الوقت هذا ينفك على برا وهذا مرتبتين تنزل واحده من المراتب تحت. شايفين قديش المساحه يصير هذا كل السرير لو نزلنا ثاني. بس انا الحين خايفه انزل هذا عشان منال لا تخاصمني. انا حاسه بسريري اشوفه منال ايش يشتري. ودحين وصلنا لناحيه المستودع حرفيا ما اعرف كيف الناس يسووا هذا الشيء. دخلت اشوف لقيته ممر 21 صدفة انا واقفة عند 21 قسم 13. الا 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 يعني تاخذي بوكس رقم 1 وتاخذي بوكس رقم 2 وبوكس رقم 3. حاخذ سريري. اتوقع تركيب السرير سهل صح؟ حبيبتي ايكيا واحد يركبي في 2 3 في 4 للصديق انتهى. طب السؤال الحقيقي حتساعديني؟ لا تقعدي تستغلي نقاط ضعفي. ما انا اعرف انك تحب تركبي كذا ولانك ذكية ما شاء الله. على طول انت اكتشفتي اصلا انه ارقام. اوه ثقيل مرام ثقيل ثقيل. هذا لازم صوت. ايوه خلاص سريرك كامل. شكرا. مكتوب ممر 27 قسم 9. انت هدفي؟ لا طبعا انت هدفي. لا الله خليك. لا والله ما ادفع. انا اصور اوريدي يعورني. انا ما بدفع ولا بصور. اسمع نخليها هنا نروح نجيب الليان ونجي. ايش هذا؟ مستحيل انها زي كذا ولا؟ بس مو اسمها. هي هذه؟ لا مو اسمها. هذا اللي فوق ايش؟ من اللي تطيح عليك. نزليها نزليها. مو اسمها. اوه ماي جاد. من هذه؟ ايوه. اسمها؟ لا. وين؟ هذيك. جبنا رجال ساعدنا. هنا هذا مكان حق النهاري يشتري النهاري هنا مكان ثاني ما يجي. انتم ما يجي. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا منال ماتت من التعب وقاعده تقربع ما ادري ايش قاعده تسوي. كنت شاك انه في شيء لازم يطلع غلط لانه كل شيء كان تمام بطريقه غريبه. يس حظي حسيت. فما في المرتبه وما في واحده في مقاسها يعني ما اقدر اخذ واحده بديله. قلت له طبعا عندي سرير دحين من غير مرتبه ايش اسوي انا؟ متى تجي المرتبه؟ قال لي بعد اسبوعين. وكذا هو بيشمق قال له خلصيني حنام في ارض اسبوعين ولا ايش؟ شوفوني وانا قربت ابكي. شوفوني 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 مره العزقه تضحك بموت. اوكي في فيديو انا صورته بس ما اعرف انا اختفى شكلي حذفته بالغلط. بعد ما خرجنا من ايكيا وما لقيت المراتب فكرت انا بعقلي قلت خليني اجرب اطلبها اونلاين. فرحت على تطبيق حقهم لقيت مكتوب فعلا في التطبيق انه هي ما في السوق بس لو طلبتها ما ادري اعتقد حتجيني من مدينه تانية او شيء زي كذا. كنت حستنى اسبوعين عشان الموظف قال لي بعد اسبوعين وما قال لي انه في اونلاين وانا ما ادري. فجاه انا اكتشفت من لوحدي وكان مكتوب انه حتجيني في 5 ايام اعتقد. طبعا قاعدين نسوي كل سبل العالم عشان ندخل لهذا عشان نقدر نطلع السرير مره ثقيل. طبعا منى كرهتني من كثر ما تصورين تحط فلاش في عينك كمان اول اصبعي من كثر ما انا عمان. لا لا انا عمان. اسحبي اسحبي اذا انسحب خفيف شوفي بس هو ثقيل عاد. هذه الجديده جالسه يفكها. الله الله وبكده خلصت الغرفه. اقسم بالله ريحه الغرا.
طبعا جبت بخور احاول يعني ايش اتدارك الرائحه. مشكل ولا قاعد احط فواحه؟ واضح عندكم قديش الريحه سيئه جدا. ابغى زي هذه الكوميدينه، لان الكوميدينات اللي زي كذا اللي ام اثنين احس انه برضو احتاج مساحه اكبر، فهذه ثلاثه كل واحده فيهم. واضح عندكم اني مره قاعده بس اجمع مساحات. هذه اللي ابغاها، بس المشكله هذا مو ابيض ترى، هذا رمادي، وما ابغى زي كذا ايادي سوداء، ابغى ايادي بيضاء. وهذا الدرج مره صغير ومستفز. حفصل واحده زي هذه، كبرت هذا اللي في النص عشان يدخل الكرسي حقي ثاني، وهذه وسعتها. وصلتني حرفيا بعدها بثلاث ايام. هذه الكوميدينات اللي طلبناها انا ومنيره، اثنين حقتي واثنين حقتها، طبعا بايتين في الشمس ما شاء الله. ندور على رقم واحد، ما اعرف هو المفروض الارقام هذه عشان كمان نبدا بالترتيب ولا لا، بس انا حاجرب. طيب يا جماعه حيكون في شويه اصوات ازعاج، معلش مسحوق وجهي، المكيف ما اقدر اقفله وانا قاعد اشتغل شغل ثقيل لاني حموت من الحر وزي ما انتم عارفين الجو. واحد ساعدني هذه المره، السماء منيرة ساعدتني في التفكيك، سوى تساعدني في التركيب واللخبطة واللغوصة والموت والبكاء. ايش هذا الكلام؟ عشان كذا كنا نحتاج سما عشان الذكاء. نسمع كلام ماما وحنرص الاشياء كلها في الارض ونعدها ونتاكد انها كلها كاملة عشان بعدين نشيل منها حبة حبة وما نتلخبط في شيء. طيب هنا موريني انه في كذا واحد اقدر ادخل فيه هذه الاشياء، بس هنا بس في اثنين، فحفك الصندوق رقم اثنين واشوف ايش فيه. اعتقد سما مره مو اللي نبغاه. كنسل الكرتون كنا ما سوينا شيء، شكلي حضطر افك كل الكراتين. لا 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 افكهم كلهم والله. لا ايش اسوي؟ اوبا اعتقد هذا شكله كانه هنا فيه بالطول زي كذا شو اسمه. لا ما في، اعتقد انا في حاله انهيار. الا والله شكلهم هنا يا سما. لا لقينا لقينا. طيب الحين فكينا كل الكراتين وقسمنا كل الاشياء كذا على الجدران، الحين حنمشي خطوه خطوه ولا اشوف يكون شيء ناقص. اوكي والكوتينة مرة متحمسة. الواضح انه مرة قاعد يكون سهل. بعدين اوبسي سويت شيء غلط، طلع ركبت هذا غلط، وهذا الخطوة ورا عشان حفكت كل شيء نرجع للتبو مرة تانية. شايفين كيف الحين قلبتها صارت هذه كده مع هذه؟ الحين هجرب. تخيلوا عدته تاني وزبطته وركبت كل حاجة وقفلت كل شيء، جيت اركب هذه اكتشفت انه هذه لازم تركب فوق ولازم يكون عندها مسامير، فين المسامير؟ تحت. يعني حفك كل الدرج وحقلب هذول الاثنين وارجع اقف. ليه من لازم تنام؟ تخيلوا بعد ما فكيت كل الدرج وقعدت اقول كيف هذا يكون فوق وفي نفس الوقت هذا يكون تحت؟ بعدين اكتشفت انه اصلا كان صح من اول، الدرج كان صح وفكيته. انا غبي. باين عندكم انه خلاص التعب تمكن مني. تعرفوا اللي ما يتعلم من اخطائه؟ كنت بقول هي ناحيه الكفر كان على الوجه اللي هو محل اليد ولا على القفا؟ قلت اذا هنا محل اليد يعني هذا الوجه يعني الكفر حيكون في القفا الا برضو في محل يد. ركبت الجهتين وجه. ترى سكتت لك كثير يا المريضه يا مجنونه، ايش بيني وبينك؟ لعنه الله عليك. What is wrong with me? الشيء المستفز فيه انه الخشب هذا مره صعب اني افتحه، ممكن اسلس زي الادراج. ما اصحى ارفع السرير سكر النوم. هاي قومي. والان سيداتي سادتي حناخذ بريك من الغرفه، طبعا زي ما انتم شفتوا اتكسر ظهري ومت وتبهدلت، نكتفي بهذا القدر من الغرفه وناخذ بريك نسوي فيه اكثر شيء احبه في الحياه واللي هو اصور تيك توك. اليوم حسوي ترند حق اللي girl put your records on وبعدها كده اصير بالباليت ولا بشيء وكذا اصير فجأة عندنا ميك اب. اوكي فحسوي جزئين.
والله ما اقوم والله حسوي جزئين من هنا دائما اقوم اروح في الكورنر اصور ماني قايمه ظهري انكسر دبري دخلت الدواليب حق الجزم الله يكرمكم والتسريحه الثانيه نو 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 حسوي كذا ميك اب خرابيط انه ايش هذا انا لا افهم في المكياج بعدين نقفل الفرس يصير واو ايش الواو اللي حسويه كذا قررت ابغى اسوي عين وعين في لها نار فجاه وعين في لها ثلج كذا سنو فليكس انه قال لك انه ما ادري قال لك انه ايه صراحه بس انا مره من زمان نفسي اسوي هذا اللوك حسيت انه الميك اب ما يقدر يسوي رسمات مره دقيقه فجبت الوان لا حد يقلدني يا جماعه مره غلط انكم تحطوا الوان عاديه حقت رسم في وجهكم لازم تحطوا في وجهكم الوان الوجه لانه يمكن لو حطيتوها وجهكم يتحسس فاهمين بس انه انا اعرف انه وجهي ما يتحسس منها لاني قد جربتها اكثر من مره خليني افتح تسريحتي الجديده واشوف مكياج المرتب فين يا الله انا الامانه نفسي كنت امشيها كده بالكحل الابيض اسوي سنوفليكس خلينا نشوف زي ما سويت النجوم حق اللوك حق الغيوم شكلي حسويبه بس المشكلة ايه ما عندي قلم احمر هذا اللي عندي مرة برتقالي يعني والله سويت نار ابو كلب بس هو مرة اورنج معليش يا جماعة والله مرة جيعانة من زمان ما اكلت الموزة اوكي نرجع لموضوعنا في حاجة هستخدمها اليوم من بنفيت سلولي بوكس بركة كوتل باكس فيلو برودكت لحواجب جديد هو شوفوا قلم حواجب يمنح إطلالة حواجب مايكرو بليدنج لمدة 24 ساعة اللي هو يعني ما حيتمسح اوكي هو مكتوب مقاوم للماء مقاوم للتلطخ مقاوم للإزالة فرشاة متينة ومرنة لديها ثلاثة أطراف متشعبة زي أسنان المشط عشان تسوي شعرات مع بعض في منه أربع ألوان أشقر بني فاتح بني متوسط بني غامق اوكي خلينا نشوف شكله اوكي لوك ات ذس جيرلز لوك ات ذس اسوي لكم حركه الميك اب ارتست شايفين راسه كيف ثلاثه توكلت على الله احس ناشف الكريمي طلع لا مبلول يعني زي السائل اجرب ارسم حاجب واوريكم ان شاء الله ما تفشل طبعا رسمت حاجب ما شاء الله ولا احد يبغاه حاجب كامل انا ابغاكم تشوفوا كيف الفرشه نفسها تسوي شايفين الله 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 تخيل انكم قاعدين ترسموا حاجب بهذه الخطوط طبعا انتوا حتشكلوا على شكل حاجبكم مره ما حتسووا زي كذا زيي شوفوا انا للامانه دائما كنت ارسم بهذا القلم برضو حق بنفيت بس اللي زي كذا بحاول اعمل اللي هو شعره شعره طبعا غير الايام اللي بزهق فيها واجي اسوي شعره بعدين اسوي مش اي شيء بس الفرق انه هذا حيعطيني تقريبا نفس المفعول بس انه ما حيجلس يتمسح اعتقد انه قاعد يكون زي الصبغه زي لما تصبغوا حواجبكم لو تلاحظوا هنا في شويه شكل حاجب على طول مسحته ومسحته بمناديل الميك اب سوى اثر زي حق الصبغه بالضبط فهم اطلع انزل اوه لو سبحنا صاحباتي حيضاربوا عليه يحبوا الاشياء حقت البحر اللي قال لك انا حلوه 24 ساعه صاحباتي سوري فضحتكم في اليوتيوب ابغى اجرب اعمل فوق نفس الحاجب اللي انا مسويته بالهاد العادي طبعا هذا المنتج الجديد حصريا بس في سيفورا سواء كان المتجر الاونلاين او نفس الستور يعني انا رحت نفس المكان وهحط لكم انا الرابط تحت في صندوق الوصف عشان تضغطوا عليه وعلى طول سيده زيده وي 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 الكحل في وسط صحن الفرموزه اللي طبعا اول شيء حخبص في وجهي قبل ما اتحمس واحط كونسيلر وما ادري ايه لما حخبص وجهي حمسح بعدين غالبا حستخدم باليت جيمس شارلز لما اقفل زي كذا لا تنفض علي شيء دخيلك اوكي انتوا هحطكم تتفرج علي من هنا انا هنا حسوي النار وهنا حسوي الثلج احط كذا في صباعي شادو ازرق وهذا واحد ثاني من الاحمر والاورنج اورنجي حلوين حلوين حكون كذا انه اوه هذا لازم وان تيك ما ينفع اغلط وعيد لانه حخرب وجهي توترت لازم اخلص قبل لا يقول جيرل لانه هذاك البات حكون شال الباليت مره قليل الوقت خليني اشوف حسوي كاني حاسه انه ما اعرف مو زي ما كنت اتوقع حيطلع بس انه في شيء ما ببعيد ما ابغى هذا اللبس ابغى اغيره اوكي حغير التكنيك احط في صباع احمر في صباع اورنج كذا بينك عشان اسوي كانه بلشر بعدين في الصباع الاخير اسوي كونروج يعني هستخدم اصابعي الاربعه الله والله حلو سويت زي كذا باليدين نعم مرة حلو واحد او ماي جاد يخوف اني ما اقدر اعيدها اثنين ثلاثة كويس ولا مو كويس ولا ايش؟ وجع كني عروسة مو عروسة يعني لي عروسة اللعبة حلو بارت الثاني اصلا هذاك مدري كان لبس مين وغالبا حق منيره ان شاء الله ما تشوف هذه الحلقه دحين نبدا التاسيس والميك اب الحقيقي هنحط كونسيلر طب طبي طبي ولا ما طبي ابغى كونسيلر فاتح كذا فوق عيني كامله وكذا عشان اليوم عندنا رسم والرسم لازم مره يكون واضح بعد جيها واو شفتوا لما احد يقول لكم ما شاء الله فلان في وجهه نور
هذا ما يقصدون. هنبدأ أرسم إن شاء الله. شكلي حبدأ بالثلج على مهلي. قربوا يا حبايبي قربوا. تفضلوا يا أهلا. قعل ما يجي غيركم. نحط من الأزرق طبعاً كيف أمي دحين هذا. هنقعد نغير الدرجات نغير الدرجات لين ربي يفرجها. حاول ندمجهم في بعض. طبعاً شايفين المسكة المحترفة لازم هذا الأصبع برا. وش ذا الثلج؟ طيب أنا مرة تحمست وقاعدة أغمقه فبدأ أخاف ما تبان على الرسمات، يعني صار كأنه ستايل الليل. شفتوني برضه كنت وأنا جاية هنا؟ ماني متعودة إنه كل عين تكون شكل، أحس لازم مع بعض. في هنا عندي أزرق شوية يلمع. الله طلع حلو والله. حبيته مرة، حبيت هذا اللي في النص. أنا مرة قاعدة أفرح باللعب، أبالغ مرة في الهايلايتر عشان كذا قال لك الثلج. عادي أحط الألوان في صحن فرموزة، يا رب حتى ماما ما تشوف الحلقة. أبغى أشوف بس اللون كيف حيكون. الله ما راح يكون ثابت وحلو على طول وواضح، ما يحتاج اعيد عليه زي القلم. هذه حيصير شكل الليل مو زي كذا شكل السنو فليكس. رحت شفت كيف شكل السنو فليك نفسها هذه. ليه مكياجك حلو يشفي؟ الله شكرا. مشكلة هذا اللون انه ينشف مرة بسرعة، قاعد ينشف حتى قبل ما اخلص الرسمة اللي بشويش. شيكوا على السنو فليك. مرة قاعدة تبان، قاعدة تصير حلوة. الله الله امانة مرة حلوة. الله كني ثلجة مرة حلو. كيف زي كذا سويت؟ أحط لاينر ومسكرة. الله أول مرة ما أقلق إنه اللاينر يطلع زي بعض، لأنه أصلا العينين مو زي بعض اللي أبغى أحط كحل أبيض، أحس ما راح يجي معه. استخدمناه قال لك عشان لا يزعل. ببكي. إيش يا صديق؟ إيش هذا الفن؟ بالله مو مرة حلو؟ وربي مرة أسطوري. حقعد أبحلق فيه ألين يخرب. ينفع أسوي هذيك التيك توكات اللي مدري إيش 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 مدري إيش. أنا خايفة من هذه كيف حرسمها. فاللي حسوي زي دائما لما أكون خايفة أرسم أول شيء بالقلم، لو حطيت الألوان ومسحت يعني هنا بيصير حفلة. اوكي يعني انا ماني قادره اعرف اذا هذه نار ولا امواج، اعتقد انها تفي بالغرض. وربي يا اني مرعوبه رعب والله. في الاخير قاعده اخذ من صحن الفرموزه. جيب اللون الاصفر. لا يا اصفر لازم تشد حيلك شويه. حطيت اصبعي لندخ. جيب الاحمر ونعبي الاحمر. بشرتي تصيح في زاويه. نايس. قاعده احط النص برتقالي عشان يعطي كذا درجات النار يعني. هنرسم ايه هنرسم ايه؟ شكلي والله اعلم هجيب اللون الاصفر وارسم هذاك الايموجي دحين اوريكم هو سوى كذا. طيب جبت اللون الاصفر، يعني انا ابغى مره دبوس فحجرب ارسم بالنكاش. ما ادري ايش تقولوا له عنده. خلص الاسنان والله مفيد هذا صحن الفرموزه ها. ما شاء الله تبارك الله. الرسم بالنكاش مره غباء، مره غباء. ماني قادره احس انه رهيب. واو رسمت وانا ما حطيت بلشر وحاجات. طيب اتوقع نشف. أسوي جنبه. أوكي والله صار شباله من جد. لينر يا لينر لينر أنت يا ودي يا لينر لا أوه ده كان ماخذ له غفوة. ليش أحس ما كان فضحت لينر؟ الله نسيته وحشني. ناحية النار أحمر. أحط هنا بينك. أحس عندي مرة لقافة، نفسي إني أحط نقط. الله حبيت مرة شكلي ضحك. هذا مو بالنص بالضبط بس أوكي. مرة جنب حق الثلج عاجبني أكثر. أوه تعرف إيش أفكر؟ عدسات لون ولون، لونها أزرق واللي عندي هنا التانية مقفلة لونها رمادي، فتقريبا الاثنين حيكونوا قريبين من بعض يعني ما حيبان إنه أوه الفرق هذا اللون هذا اللون. استخدم هذه اللي هي أوريدي مفتوحة، حاخذ عدسة واحدة منهم بس وأحطها في عين واحدة اللي هي غالبا الثلج لأنه أزرق. اسمك شفت شيء إن العدسات تكبر العين. طالع هذه عيني كيف صغيرة، هذه عيني كيف كبيرة. كنا عيوني غلط. بسم الله. الزبدة انه غسلت يدي عشان قبل ما امسك العرسة تكون يدي نظيفة. اوكي غسل يا مرام يدك بالصابون، لا تشطي فيها كويس. شيلي العرسة وحطيها في يدك وشيليها وحطيها في عينك. اتوقع شايفين عيني كيف حمرة. ترى هذا بعد ما هدت بس طلع حلو صح. يلا يلا نصور الجزء الثاني بسرعة ما فيش وقت. انا قاعدة اعطس خشمي مات ان شاء الله ما يحمر في الفيديو. كان يصور حس بي الله. اعتقد هذا كويس اعتقد. لما نعطس ونكح في نفس الوقت قصدي. الحمد لله كده انا خلصت التيك توك. ان شاء الله الفيديو يطلع حلو صراحه ماني مره متاكده، بس اللي ابغى اسويه دحين قبل خشمي مره يموت اني اخذ صور للانستغرام. هحط لكم حسابي حق انستغرام هنا. اوه صوتي هنا.
تقدروا تروحوا تشوفوا صورة كتكوت اللي حصورها، وكمان الصور حقت الحلقات اللي فاتت، كمان موجودة الصور اللي حقت التيك توكس اللي سويتها قبل كده كلها حتلاقوها في انستغرام. وكده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، أتمنى لكم تكونوا مرة انبسطتوا وقضيتوا وقتا جميلا كمكياجي المتعوب عليه. نسيت أقول لكم حاجة تعبت عليها كمان، ترى لبست نص نص عشان قال لك نص نص أبيض نص نص أصفر، عسى ما لاحظته عسى. أوكي حتى لو ما لاحظته هو أنا قلت لكم إذا نزلت صورة في انستغرام تعالوا امدحوني يقولوا أوه واللبس جاي مع الميك اب. طبعا غرفتي لسه ما خلصت، حصور لكم باقي الاشياء الابديتس اللي حتصير في باقي الايام، وحرجع انزل لكم هي ان شاء الله في الحلقات الجايه، بس ادعوا لي يا رب يا رب يا رب تصير زي ما كانت في بالي، مو بعد هذا التعب كله في النهايه اللي ما كني سويت شيء. وطبعا اكيد لا تنسوا تشوفوا الفيديو حق 360 فيوز اللي قلت لكم عليه في بدايه هذه الحلقه، الرابط تحت في البايو الرابط تحت صندوق الوصف. كمان لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير. كان معاكم مرام بيكو، اشوفكم الحلقه الجايه.